مرحب بحضراتكم مشاهدينا وحوار في تكنو نايل، حيث أطلق الفريق المصري بان لاستيك مصر مبادرة بيئية لتدوير مخلفات الشواطئ المصرية لإنتاج منتجات صديقة للبيئة، وذلك لزيادة الوعي بين المصريين بشأن خطورة مواد البلاستيك ومخلفات البلاستيك على البيئة وصحة الحياة البحرية وأضرارها على البيئة بشكل عام وعلى الكائنات البحرية إذا ما تراكمت في البحار والمحيطات. الفريق ابتكر بمشاركة فريق آخر لروبوت يقوم بجمع مخلفات الشواطئ وتدوير هذه المخلفات لإنتاج منتجات صديقة للبيئة. معنا مؤسس الفريق الأستاذ أحمد ياسين، برحب بحضرتك. أهلا بيك. يعني في البداية نتعرف عليك ثم نتعرف على فريق بان لاستيك. أنا مهندس أحمد ياسين، مؤسس شريك مبادرة بان لاستيك مصر. وبان لاستيك هي متكونة من كلمتين، بان أو معناه بالإنجليش أو الحجب أو الحظر، البلاستيك أحادي الاستخدام، وإحنا قصدنا أن إحنا نسميها بالشكل ده عشان نقول للناس أن في عدو شرس للبيئة اسمه البلاستيك أحادي الاستخدام. طب نشرح يعني ايه احادي الاستخدام؟ طبعا البلاستيك احادي الاستخدام كل المنتجات البلاستيكيه اللي احنا بنستعملها المره واحده فقط، زي الشفاطه، الكوبايه، شوك، المعالق والسكاكين، طبعا الكاس البلاستيك لغرض واحد وتترمي بعد تترمي كده. وهو نفس المنتج او المنتج البلاستيكي اللي انت بتستخدمه لمده 5 دقائق بيقعد في البيئه لمده 400 سنه ل 1000 سنه. منتجات كتيره جدا طبعا، والبلاستيك طبعا غزا حياتنا بقاله تقريبا ممكن من 25-30 سنه. صحيح. بس ما كناش نعرف ان هو هيبقى عبء شديد جدا على البيئه. احنا ابتدينا المبادره دي في اسكندريه، وقصدنا ان احنا نبتديها في اسكندريه عشان ندي زي مثال ان ممكن يكون في مجهودات للحفاظ على البيئه، وطبعا الحفاظ على الشواطئ البحريه الخاصه بمصر. طبعا اسكندريه تاني اكبر مدينه في مصر. صحيح. فعندنا التلوث البلاستيكي كان بشكل كبير جدا، وده اللي خلانا نطلق هذه المبادره يعني. تمام. تاثير البلاستيك على الكائنات البحرية، على الحياة البحرية، وعلى فكرة هو ضار في كل مناحي البيئة، يعني حتى في الصحراء برضو ضار للكائنات اللي بتعيش في الصحراء، الجمال وغيره. يعني تأثيره الضار إيه؟ أضراره على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟ طبعا هو البلاستيك ليه تأثيرات وحشة جدا لو ابتدينا بالشكل أو المدى القصير. إن البلاستيك ده ساعات الحيوانات أو الكائنات البحرية في البحر بتفتكره أكل فبتاكله، فبتحط البلاستيك ده جوه المعدة بتاعتها أو بطنها وتفتكر إنها شبعت، فبتموت من الجوع لأنها ما بتاخدش الأكل الأساسي بتاعها. وده زي السلاحف، والسلاحف مثلا الناس ساعات بتكتب ده على الفيسبوك كتير إن هو أنا أنقذت السلاحف بشكل، وساعات بيبقى بشكل ساخر، بس هو الحقيقه لا، هو لازم تنقذ السلحفه لانها بتلعب دور كبير جدا في دوائر حياتيه كتيره موجوده في البحر المتوسط. حتى توازن بيئي. توازن بيئي طبعا بشكل، لان لو رجعنا ل 2017 حصل مشكله كبيره جدا. بالظبط. اناديل البحر اللي هجمت الشواطئ بتاعتنا لان ما كانش ليها الصياد الطبيعي اللي ربنا خلقه. وكمان حاجة تانية، ان كل الدوائر الحياتية اللي بتحصل تحت البحر هي بتنتج لينا الاكسجين. يعني احنا بنعتبر المحيطات والبحار الاكسجين جنريتر او المنتج الكبير للاكسجين 70%، وطبعا الباقي بيجي من الارض، من الغابات وطبعا والاشجار. فده مهم جدا ان احنا نفهم ان احنا برضو دي حاجة هتأثر على صحتنا احنا، وزي ما نسميها الكواليتي او جودة الهواء اللي احنا بنتنفسه. فالحياة البحرية مهمة جدا جدا. طبعا البلاستيك بيلعب دور كبير جدا في كأخطار شديده، 70% تقريبا او 80% من الاذيه او من الدمار اللي بيحصل للبيئه البحريه بسبب البلاستيك، هو اكتر حاجه. وطبعا الملوثات الاخرى، بس البلاستيك هو يعني الاكبر ضررا يعني. طيب انتوا جات لكم المبادره فكرتها منين؟ ووصلتوا فيها لغايه فين؟ احنا اتقابلنا كثلاث مؤسسين. طبعا الفكره جت من ان احنا ابتدينا نشوف الشواطئ بتاعتنا في اسكندريه بتتاذى بشكل كبير جدا من المخلفات البلاستيكيه اللي ابتدت تتكون في كل حته. طبعا البحر دي من الصيادين ولا المصطفين ولا احنا بيزورنا اتنين الاسكندرانيين نفسهم ولا يعني؟ والله مش يعني الصراحه اسكندرانيين هم اقل ناس بيعملوا كده للاسف، او بتيجي من الزوار اللي بيجوا من بره.
2 مليون ونص يعني حد بيبقى عايز يصيف او هكذا، وطبعا زيارات من اماكن اخرى ومحافظات اخرى، بيرموا البلاستيك ده لان هم مش فاهمين المشكله بتاعت البلاستيك، هم فاكرين البحر خلاص هياخده كده ويبلعه وخلاص. وطبعا على الشواطئ نفسها بيعتقدوا ان الميه المالحه اللي في البحر هتحل البلاستيك خالص، ده بيتكسر لحتت صغيره وهي بتبقى مايكرو بلاستكس، والمايكرو بلاستكس دي بتخش في اكلنا للاسف بتؤدي لامراض وسبب مباشر وغير مباشر لامراض السرطانيه. فانت يعني كل البلاستيك ترميه فيه مشكله، بنأذي نفسنا في الاخر. طبعا طبعا بنأذي الاسماك بس، لا احنا بنأذي البيئه وبنأذي حياتنا نفسها، وكمان والاكل بتاعنا بيبقى ملوث بالمايكرو بلاستكس او الجزيئات البلاستيك الصغيره. فده اللي خلانا ان احنا لازم نعمل مبادره كبيره، وكمان اكتشفنا ان في مبادرات بيئيه قويه ابتدت تظهر في القاهره طبعا بما انها العاصمه، بس احنا حبينا نقول لا، هو في مبادرات ممكن تظهر في اماكن تانية كتير. وبلاستيك كانت ملهمه لمحافظات تانية، حتى محافظات ساحليه انها تبتدي بشكل قوي جدا انها تعمل توعيه خاصه بالبيئه بالذات في ملف البلاستيك احادي الاستخدام لكن التلوث. هذه المبادره خاصه فقط بحمايه الحياه البحريه من البلاستيك، لانه البلاستيك ممكن على فكره يبقى في الشوارع عادي والهواء يطيره في البحر، ما هو يعني لا ده جزء طبعا من يعني الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها، بس احنا عندنا مشاريع كتيره جدا تعليميه تتكلم ومع المدارس، وعملنا مشروع كبير جدا في شهر فبراير اللي فات مع المدارس ان ازاي الناس حتى تشتغل على فكره المخلفات بتاعتها ما تترمش الا بشكل معين، ازاي نفصل المخلفات، ازاي نستفيد من المخلفات دي وتكون بشكل يعني مبادره بتشمل كل حاجه طبعا، التوعيه بخطوره القاء البلاستيك في اي مكان، في أي مش مكان في الشاطئ فقط بالظبط، وعلى صحه الانسان. وكمان بنعلم الناس انها ازاي انها تقلل استهلاكها، لان كمان الاستهلاك نفسه ليه بصمه كربونيه او بيأثر على البيئه بشكل او باخر. وفي الحقيقه مؤسسات ومنظمات بيئيه او معنيه بالبيئه في العالم كله ابتدت دلوقتي تشجع على الاستغناء عن الاكياس البلاستيك. مظبوط. واستخدام الاكياس الورقيه او اللي هي اللي مش مصنوعه من البلاستيك احادي الاستخدام، وده الحل اللي بتعمله بلاستيك برضو، ان احنا قدمنا منتجات بديله للبلاستيك احادي الاستخدام كبديل، عشان لما نقول للناس ما يفتكروش بس ان احنا عمالين نقول لهم بطلوا بلاستيك. صحيح. او بنقول لهم بس محاضرات عن خطوره البلاستيك، لا بس بنقدم لهم حل، وحل اقتصادي كمان، فكره ان لازم الناس تستخدم حلول تكون اقتصاديه في ظل ظروف معينه وصعبه. لازم الناس تكون بتلاقي حل يكون امثل للحاجة حاجتين، ان هو خلاص انا هستغنى عن بلاستيك وفي نفس الوقت ما يأذيش جيبه، فده اللي احنا كنا بنفكر فيه دايما. بدائل مناسبه بالظبط، اقتصاديه ومناسبه اقتصاديا للمواطنين. تمام مظبوط. طيب خلينا نتكلم بقى عن الروبوت، الروبوت بيشتغل ازاي؟ يعني بيدخل جوه الميه ولا بيبقى على الشاطئ بس؟ لان في اعماق البحار بيبقى جوه فيها بلاستيك، يعني ممكن يكون الموج سحبه لجوه، ممكن يكون تيارات الهواء، في مراكب بتلقي بلاستيك في وسط البحر. مظبوط. يعني احنا شغلنا الاساسي في الروبوت ده ان هو بيحمي الاماكن منها زي المحميات والاجزاء اللي هي الخاصه بالمواني زي مواني البحر المتوسط، لانها اكتر مكان بيتجمع فيه البلاستيك اللي هو بيبقى بيطفو على البحر. البحر على فكره بيطرد المخلفات بتاعته دايما، بيجيبها ناحيه المواني بالذات او للاسف في البحر الاحمر المحميات. فالروبوت ده شغله ان هو بيروح الجزء، يعني ممكن يخش البحر مسافه ممكن توصل لكيلو او 2 كيلو، ويبقى العمق العمق ممكن يقدر كمان يوصل لتقريبا 30 متر، ما يبقاش اكتر من كده. البلاستيك كمان بيطفو، والبلاستيك ما بينزلش في القاع زي مثلا الاطارات بتاعت العربيات، فهو مهمته انه بيلم البلاستيك ده وبيبعده عن الاماكن اللي فيها يعني تواجد الحياه بحريه قويه زي المحميات زي راس محمد او محميه النبق في شرم الشيخ. وكمان بيشتغل على المشكله الاكبر اللي قابلتها يعني مدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، الزيت، البقع الزيت اللي بتنزل ساعات من المراكب، فالروبوت بيشفطها بسرعة بحيث انه ما يبقاش فيه تعامل مع الانسان نفسه، لان الانسان لو حاول او اي بشر حاولوا ياخدوا الزيت ده بيحصل لهم مشاكل بسبب الكيماويات اللي فيه، بيأذيهم هم وكمان ما بيبقاش العملية افيشنت او بشكل كويس جدا يعني. وكان اللي خلانا كمان الهمنا ان احنا نقدر نشتغل ده المشاكل اللي شفناها
عملناها، وحبينا كمان نتعاون مع مشاريع ناس بتشتغل في كل يعني طلبه في كليه هندسه عشان نقدر ندعم ان في خلاص في مشاريع، كل مشاريع تتوجه للمستقبل لحمايه البيئه والحفاظ على البيئه. يعني الروبوت قادر ان هو يجمع كميات كبيره بتصل وزنها قد ايه يعني؟ احنا في الاول طبعا عاملين التجربه ممكن توصل طبعا ل 1000 كيلو 1000 ونص، بس احنا عايز او ده في المره يعني الواحده في الاستخدام، ممكن في المره الواحده الواحد بالظبط. احنا بنحاول كمان نكبر الخزان او نعملهم اعداد من الروبوتات، بس هو التجربه في الاول بتشوف يعني النسبه. طبعا انت مش هتلاقي اكتر من ده في البحر، ان بلاستيك خفيف بطبعه، فانت هتلاقي يعني هو كروبوت في الوقت الحالي يقدر يكفي النسبة اللي احنا محتاجينها ونسبة البلاستيك الموجودة او الطافية على البحر. طيب بيتم التحكم فيه ازاي؟ الطاقة المستخدمة في الروبوت ده، الصعوبات اللي ممكن تواجهه، يعني ظروف تشغيله عاملة ازاي؟ جميل. مع فريق التطوير اشتغلنا على حاجتين مهمين واساسيتين. الحاجة الأولانية إن إحنا عايزين نشغله عن بعد عشان يوصل لمسافات أبعد، وده اللي هما طوروه وبيشتغلوا عليه. فالروبوت مثلا أنت نزلته خلاص المية من على الشاطئ وهو بيكمل طريقه بالمواتير بتاعته، يعني مش لازم نتكلم بشكل تقني قوي، بس هو في ماتور إن هو يخش جوه المية، وفي ماتور بيسحب أو بيشفط البلاستيك بشكل معين والزيت طبعا. ده التعامل كمان عن بعد. الحاجة الأساسية التانية اللي احنا كنا عايزين نشتغل بيها ان احنا نخلي السطح بتاع الروبوت فيه زي سولار بانلز او حاجة ليها علاقة بالطاقة الشمسية، خلايا شمسية بتاخد طبعا تحول الطاقة الشمسية دي لطاقة كهربائية عشان يقدر تشغل الموتور، وموتور طبعا هو بيشتغل بالكهرباء. وده كان السبب الاساسي ان احنا فكرنا بالشكل ده مع الفريق التقني، ان احنا عايزين كل حاجه تبقى بيئيه بشكل مستدام، مش هنستخدم مثلا ديزل او نستخدم كهرباء مشحونه من حاجه منتجه من وقود احفوري. احنا كل اللي نفكر فيه ان يكون بشكل مستدام تماما. وطبعا الاماكن اللي هو هينظف فيها بتبقى الشمس كويسه جدا يعني، وعرفنا ده كتير يعني. فهو اعتقد ان بنحاول كمان ان يكون الطاقه بتكفي لعدد ساعات اكبر، ده اللي بيحاولوا فيه وربنا يوفقهم في ده يعني. طب هي لانه يعني بيعتمد على طاقه نظيفه، هل ظروف مصر مناسبه لاستخدام هذا الروبوت؟ طبعا يعني مصر هي انسب مكان في العالم يعني، عشان الشمس طبعا طاقه شمسيه، وانا كمان مهندس طاقه شمسيه، فكنت بساعدهم في فكره ان احنا ازاي نقدر نطور ده. الجزء الخاص كمان بين ان الطاقه المستدامه في مصر حتى بعيدا عن الروبوت 95% افشنسي او فاعليه يعني. مصر صحيح. الارض كلها صالحه الا يعني اسكندريه في الشتاء شويه يعني، شهرين بس في السنه، لا في اسكندريه بس، كل محافظات مصر او 95% من مساحه مصر صالحه لمحطه طاقه شمسيه ل 365 يوم. طيب انتوا كان لكم مشاركه مثلا في كوب 27 أيوة. كلمني عن المشاركات ليكم في المنصات الدوليه، في الندوات، في المؤتمرات، في المحافل المختلفه الخاصه بالبيئه. بلاستيك حضرت اكثر من يعني 16 فعاليه او 17 فعاليه تتكلم عن المشاكل اللي بتقابل بالذات البحر المتوسط. طبعا كان دايما علاقتنا بالبحر المتوسط اكثر، ان احنا مدينه الاسكندريه يعني شغلها الاساسي انها تبقى بتلهم منظمات كتيره جدا حوالين العالم، ان ازاي ان احنا بنقدر نعمل الشغل ده بس بالمجتمع نفسه، المجتمع السكندري نفسه اللي هو بيشتغل على ده. فاحنا اتكلمنا عن ده كتير. كمان كان في تواصل مع اماكن او جهات او منظمات بيئيه افريقيه عشان نفس مصر تكون بتتواصل مع افريقيا بشكل او باخر، وده كمان في خطتنا ان احنا نفسنا نكون نبقى كمصر بوابه لافريقيا انها تقدر تشتغل على افكار كمان قيمه للبيئه. احنا كمان قابلنا يعني ناس كتيره جدا من او المجتمع البيئي المصري واشتغلنا معاه وابتدينا نعمل شراكات، وقابلنا معالي وزيرة البيئة وكانت بتتكلم معانا بشكل كبير جدا عن ايه الخطة القادمة ما بعد الدكتورة ياسمين فؤاد ما بعد الكوب 27، وده اللي احنا ان شاء الله يعني بنطمح له. واحنا كمان كمبادرة بنلاستيك عندنا شراكة قيمة وكبيرة جدا مع وزارة البيئة. تمام. طيب يعني سؤال ممكن يتبادر للذهن،
انه انتوا بتعملوا المبادره دي ليه؟ يعني بدون اي مقابل ولا بيبقى في مقابل بيساعدكم؟ لان انتوا اكيد محتاجين فلوس تصرفوا بيها على اكيد الشغل ده كله، انه مكلف طبعا يعني. الجهات اللي بتساعدكم او دخلت معاكم في شراكه، يعني كلمني عن الجزء ده من الموضوع. طبعا هو لازم عشان الاستمراريه لازم يكون في يعني اكيد في حاجه عامل مادي يكون موجود عشان يقدر يساعد مشروعنا ومبادرتنا. فاحنا بيبقى في طبعا جهات منحه بتشتغل معانا كتير وبشراكات، وفي منها طبعا ساعات بتبقى جهات حكوميه عشان تقدر تدعم مبادره زي مبادره بلاستيك، ان احنا ازاي نقدر نشتغل بشكل طبعا احترافي وكويس، لان الموضوع مش سهل، محتاج خبره كبيره جدا جدا، وكمان محتاج شغل يعني تقني كتير في حاجات زي مثلا لو اتكلمنا عن مشروع الروبوت، احنا هناخد دعم على عشان نقدر نعمل مشروع الروبوت ده بشكل قوي ويكون بيشتغل على الارض، مش مجرد بس الشكل او التجربه الصغيره، لا احنا عايزين نبتدي نشغله نطاق اوسع، نطاق اوسع بكتير. طبعا في جهات مانحه عن طريق دايما الحكومه، او في جهات او في بنوك او في اماكن خاصه بتشتغل معانا كتير، وشركات من المسؤوليه المجتمعيه يعني. صحيح. في بيبقى في دعم دايما من الاماكن عن طريق المسؤوليه المجتمعيه بتاعتهم، اللي هي بتقدر تفيدهم بعد كده كعائد او يعني كمشاريع طبعا على الارض، وحاجات ليها علاقه بالتقليل الضرائب بتاعتهم، وده بتبقى حاجه كويسه جدا بيفيدوا بيها المجتمع بشكل او باخر. يعني انت حاسس انه في تجاوب معاكم، في تعاون طبعا من جهات الرسميه وغير طبعا الرسميه، وده بيدل على زياده الوعي البيئي باهميه التخلص من هذه النفايات. ده انتوا لمستوه بالفعل. طبعا 2018 مثلا لما ابتدينا غير 2022 تماما و2023 حسينا التغيير كبير جدا، حتى الناس نفسها، الناس ممكن تكون بسيطة بس ابتدت تسمع عن الموضوع أو تفهم الموضوع ده عبارة عن إيه. وده كمان سبب كبير جدا أو عامل كبير هو مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 27 اللي اتعمل في مصر شرم الشيخ تحديدا، وده إدى فرصة كبيرة جدا الناس تفهم هو يعني إيه بيئة أو إيه المشكلة اللي حصلة، وليه مصر هي بتعمل كل المجهود الجبار ده إنها تستضيف ده. يمكن الناس كانت بتشوف الجانب البيئي ده على نوع من الطرف أو الرفاهية، بالظبط، ما كانوش بيشعروا إنه بيأثر على حياتهم بشكل، بس ابتدوا دلوقتي يحسوا مع التغير المناخي والتقلبات المناخية طبعا والظواهر الغير مسبوقة مظبوط في العالم في مجال البيئة والمناخ، حسوا إن ده ليه تأثير مباشر مزبوط على الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى مستقبل وجود الإنسان على الأرض. مظبوط. هل بتشعر إن ده بقى موجود في مصر؟ هذا المستوى من الوعي بقى موجود في مصر؟ هو موجود بقى بشكل كبير جدا، بس إحنا كمان عايزين يكون يوصل لكل طبقات المجتمع وطبقات المجتمع المصري يعني بالتحديد. نعم. لأن في يعني ناس كتير جدا بتشتغل على التوعية البيئية وفاهمة ومتعلمة، بس في ناس لسه ما تعرفش ده، وده اللي احنا بنحاول نعمله. احنا ابتدينا نوصل كمان لأماكن موجودة بالذات في غرب اسكندرية عشان نقدر نتكلم بشكل أكبر عن التوعية دي. تمام. وأعتقد كمان هيبقى الفترة المقبلة هيبقى في يعني طب يعني لايرز مختلفة كمان. بنتمنى لكم التوفيق في هذه المبادرة وبنشكركم عليها، لأن انتم في الآخر بتفيدوا المجتمع بشكل مباشر وبتفيدوا كل يعني كل ظواهر الحياة على الأرض وفي الماء، ويعني دي حاجة الحقيقة لابد من تشجيعها. بشكرك أستاذ أحمد ياسين مؤسس فريق بان لاستيك. شكرا جدا. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة من تكنو نايل أو هذا الحوار في تكنو نايل. بشكركم جدا على حسن المتابعة ونشوفكم على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.